بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة غريب، يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. يا غائبا عني نفيت رقاديا، يا غائبا عني نفيت رقاديا، يا غائبا عني نفيت رقاديا. يوم جمعة، يوم إمام زماننا سلام الله عليه. يا غائبا عني نفيت رقاديا، يا غائبا عني نفيت رقاديا، تراك في رضوى عكفت مناجيا. وين انت يا غائبا عني نفيت رقاديا، تراك في رضوى عكفت مناجيا، ام في طوى تنعى جدودك باكي، ما بين مسموم ومنحور قضى. يا غائبا عني نفيت رقاديا، أتراك في رضوى عكفت مناجيا، أم في طوى تنعى جدودك باكيا، ما بين مسموم ومنحور قضى. قضى ندبتك جمعتك الحزينة سيدي، ندبتك جمعتك الحزينة سيدي، أقصدت طه أم بقي على الغرق الليل. يوم شهادة السجاد خاب البقيع. ندبتك جمعتك الحزينة سيدي، أقصدت طه أم بقي على الغرق الليل، أم في الغري تزور صنوة محمدي، أم في الغري بالنجف، أم في الغري تزور صنوة محمدي، أم جئت سامراء أم طوس الرضا. نفسي فداك أهل شهدت الكاظما، نفسي فداك أهل شهدت الكاظم، زرت الدجيل أم انتحيت القاسمة، أنا حللت أراك تبكي فاطمة، فمصابها أصل لنيران الغضب. نفسي فداك أهل شهدت الكاظما، زرت الدجيلة أم انتحيت القاسم، أنا حللت أراك تبكي فاطمة، فمصابها أصل لنيران الغضا. وغرار سيفك يرتجيك لتعجلا، فحسين مذبوحا قضى في كربلا. وغرار سيفك يرتجيك لتعجلا، حسين مذبوح القضاء في كربلاء. ملقا ثلاثا بالعرى ماه السلام، ملقا ثلاثا بالعرى ماه السلام، يا ليت شعري كيف بات مرضرضا. بعد بدل الدموع عيونك انسكبت دما،
بدل الدموع عيونك انسكبت دما حزنا على من قيدوها كالإماء. بالسوط تضرب إن دعت حامل حما فارفع لواء الثأر يا ابن المرتضى فارفع لواء الثأر يا ابن المرتضى يا ابن المرتضى فارفع لواء الثأر يا ابن المرتضى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. البارحة آخر شيء قلناه الآتي إذا يتذكر الإخوة، أن الإمام سلام الله عليه الإمام السجاد بصحيفته المباركة وبأدعيته الشريفة كسر ثلاث أطواق. كسر شنو؟ ثلاث أطواق. كسر طوق أسلوبي على مستوى اللغة العربية، قلنا بيانه يحتاج إلى تخصص في علم النحو وفي علم الصرف، ولهذا أتركه إلى وقت آخر إن شاء الله. وكسر طوقا موضوعيا، والبارحة إذا الإخوة يتذكرون بينت شلون، فقلنا سقف التوقع، سقف التوقع للدعاء يكون أن تطلب حاجتك، مو يولا عندك حاجة الله يبعد عنك المرض، يبعد عنك الكذا، يبعد عنك الكرب، يبعد عنك، تقول يا إلهي هذا شيله، مو شي يولا. هذا سقف التوقع بالنسبة لدعاء الإنسان. أما أن يكون الدعاء منظومة معرفية علمية متكاملة على كل المستويات، هذا بصراحة الناس ما تتوقع شيء بدعاء. الإمام كسر هذا الطوق الاجتماعي سلام الله عليه، أو الطوق اللي عبرت عنه الموضوعي إذا يتذكر الإخوة. بقى أكو طوق شنو؟ اجتماعي، لا الأسلوبي، قلت هذا هل تخصص، وطوق موضوعي هذا صحيح، وبقى طوق شنو؟ اجتماعي. طبعا أنا ذا الإخوة يتذكرون البارحة هذا جبت له أمثلة من خلال الصديقة الزهراء وما فعلته سلام الله عليها على مستوى الاجتماع وعلى مستوى الموضوعي وعلى المستوى الأسلوبي، لأن قلت الزهراء يبين بها هذا الأمر أوضح لأجيب مثال حتى أجيبه بصحة سجادية شوية واضح. البحث الاجتماعي أيها الإخوة، الإمامين العادلين بعد شهادة الشهداء عليه السلام شنو توقع تجاه زين العابدين عليه السلام؟ توقع مجتمع تجاه زين العابدين بعد مرة كربلاء شنو؟ كانوا يتوقعون أن الإمام يتخذ أسلوب شنو؟ الدعاء. ما كانوا يتوقعون الإمام راح ياخذ الأسلوب، ومن خلال هذا الأسلوب يحافظ على الدين ويضرب عدة أهداف من خلاله. أولا والله قولي لما قال الحسين لما بعد النزول من حسين تحت، بس مباشرة من بعد الحسين شنو؟ الإمام زين العابدين كان يتصرف تجاه يزيد، يقول مثل ما قال حسين لو مثلا هو اللي يتبع على كذا ما يتبع على زين العابدين، هو اللي يقتل في الرضيع يقتل كبير يقتل صغير يقتل بامرأة، هو أصلا هو حجة على الحسين. حسين عنده 30 سنة شغل 40 سنة يكون المفروض يقتل لأن دور يؤدي بعد أو علي، ما أنظر الحج يزيد حتى هذا من جهة ضرب بيها هدف. أكو هدف ثاني، هدف شنو الهدف الثاني؟ حسب ذاك الوقت عندها مشكلة بالوعي، عندها مشكلة بالوعي، فمجموعة كبيرة منهم تصوروا أن حسين عليه السلام
القتل شنو؟ قتل نفسه، قتل أولاده، أخوته، هالبيئة، سباب أفضل منهم يعني أهل بقية فقط النساء. فقالوا شنو الحسين على فصار فد قام بين المسلمين عم قام به الشهداء بدايات بعدين تغيرت الفكرة فتح الحسين بعدين أخذ مدى بس بدي أتكلم على شو يسوي عزين العالم رجع للمسلم قال له ما انتصر شو يسوي قال لهم خي أذان أبوي انتصر هاي بعدين دورت في بداية ما كان كلش واضح أكو مثل اتهام آل البيت أو الشك حكمة آل البيت بتعرف آل البيت إمام زين العابدين الأهل الذين ثلاث سنين راح قاعد سواء شعر يدعو الله ليلا ونهار حتى هذا شوية زعت فكرة آل البيت هم الإمام منه يعني الأمور ما كانت عليه حد ما أنطلقت حتى الناس رجع اللي سابقا كانوا في بيت ارجعهم الى ما كانوا عليه وضح الفكره اتخذ الدعاء البكاء لا ابي حسين وغير فكره عند الناس هكذا حتى الاجتماع الامام ترى من خلال اسلوب اللي قاموا يبين الحق من خلاله وهو اسلوب الدعاء فكسر طوقا اجتماعيا وكسر طوقا موضوعيا وكسر شنو؟ أسلوبية من خلال أدعي صلوات الله وسلامه بالنسبة أقول لكم أخرى أتفتوا لي أقول لكم قضية أخرى إمام زين العابدين يعني أقول ما أدري طوقا مهميا أو فطوقا مثلا إمام زين العابدين بدأ الدعاء طلب حاجة لمستعف أو لغير أو شاكل ذا بدل الدعاء إلى ملحمة معرفية كبرى هذا دخل بالمعرفية ملحمة معرفية كبرى يعني قل مفهوم الدعاء عند الناس فوق ما كانوا يتصورون فوق ما كان الناس يتصور الدعاء الإمام قال لهم هاي يا بترى شيء كبير مو يتصور فعلا كده أخواني أنا شيء الله التفتوح شيء. قول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يقول النبي يقول الدعاء مخ العبادة يقول الدعاء شنو؟ مخ العبادة ترى هاي يعني مخ العبادة يعني فكر مو فكر مخ المخ يعني فكر علم المخ يعني عارفة النبي يقول الدعاء مخ العبادة هاي العبادة قالها رسول الله زي عابد ترجمها عمليا خلال شنو ادعي طب هسه ارجع ويا مشكله كنت وضح مخ العباده مو سهله النبي يقول دعاء مخ العباده مو سهله شويه فيها القران يقول ما خلق الجن والانس الا شنو يعبدون انا خلقتكم حتى تعبدون من عبادة للكمال الكمال اللي أعطتكم لأبي ما يجي من خلال عبادة أنا خالق عبادة عبادة وصل للكمال واليقين ربك لا يأتيك يأتيك اليقين يأتيك الظاهر شلون عبادة خلق لأجل العبادة ما خلق النبي هاي العبادة اللي خلقكم لأجلها مخ شنو العبادة التي خلقتم من أجلها مخ دعاء يقول رسول الله من نحكي كلمة ثقيلة أقول كلمة عالمين لا جعلها حدا ما جعلها مو حد لها حد على مستويات عدة من المستويات الواقع مثلا تقدر التواب اللي انت ما تقدر الصلاه وجالس اللي انت شو
نايم على جنبهم القرآن يذكرك على جنبهم السماء الآية أنت نايمهم تقدر تصلي بحسب الصوم أنت تقدر الصوم يعني دكتور قال لي أذيك من الصوم مو ولا زكاة موارد تسقط الزكاة عدل يا أنت ما عندك تسقط عنك حتى أنا سألت باب الشيخ كرت شيء كنا كويسه باب الشيخ يذكر عدنا آيات عبدها الحر اللي بأن متواتر يعني قطع الصدور متواتر ومن الذي قال أنها متواترة الحر العبدي مولانا حب الوسائل حب الفصول مهمة في أصول الأئمة حب الكتب القيمة من كبار علماء الشيخ بل من كبار علماء الشيعة الحر العبدي رحمه الله عن الرواية في أول الرسائل بأنها متواترة بني الإمام على خمس صلاة زكاة حج صيام ولاية من الأعظم ولاية ليش؟ قال لأن علي هو الدليل عليه وهو مثلهن هاي الحر يقول متواترة من هذه الرواية متواترة في هذه الأمور الخمس الإمام يقول ولاية أعظم ليش يقول الإمام؟ يقول لأن إمامكم الصلاة رخصة يوم رخصة فيها رخصة والزكاة والحج إذا تستطيع رخصة ولاية رخصة أنت بيض التصحيح التنمية أنت غير أنت بيض الولاية ولاية ما بيض رخصة هسه العبادات بيها رخصة بيها حدود على حد ذكر الله بيها ذكر الله أصلا الدعاء فقط مخ العبادة أنا بسأل للإخوة الإمام الشيخ وصل الدعاء الإمام أنطى مفهوم حقيقة الدعاء من ما كان الناس في الدعاء مريض يطلب من الله الشفاء هذا مهم مو كل الدعاء أنا ألوم أن الله أن يغفر لي هذا مهم بس كل الدعاء الإمام سوى عرسة جامعة لو عندي عبائر فوق هاي أختارها بس ما عندي أقول مدرسة لو عندي شيء فوقها والله أختاره الإمام سوى الدعاء فشيء كبير 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 أقول الأمر يستحق الدعاء مخ العبادة النبي يقول كل شيء إلى حد الذكر ما إلى حد والدعاء ذكر والقرآن الكريم يقول اذكروا الله شنو ذكرا شنو كثيرا يعني إلى حد اذكروا الله ذكرا شنو كثيرة كثيرة الدعاء ذكر دعاء شنو ذكر لله ما لحد وهذا هم يدل على عظمته قضية ثالثة أقولكم إياها ممكن عفتوني متفاعلين وياي أقولكم قضية ثالثة الدعاء ارتباط بين الخالق وال ومنو الما محتاج ارتباط بين الخالق والمخلوق؟ منو الما محتاج؟ يا أخي منو الما محتاج ارتباط بالخالق؟ ما تقول لي منو الما محتاج؟ منو الما محتاج؟ يا بطل يا شجاع منو محتاج ارتباط بالله؟ الدعاء ارتباط بين الخالق والمخلوق. أسادا يذكرني بشيء آخر ما أدري أدخل به ما أدخل به أدخلت به خاف يعني أترك موضوعي يذكرني في موضوع حلو هاي سورة ال سورة ألم نشرح لك صدرك الشرح ألم نشرح لك صدرك آخرها ذكر والدعاء ذكر آخرها ذكر بس هاي السورة هواي بيها محطات حلوة تسمحوا لي أفتح قوس أنا خايف الليالي راح تخلص ودعاء عرفة كل شيء ما حصلنا منه إحنا على أساس نبدي دعاء عرفة بس المواضيع أخذتنا وما يخالف نشوف شلون نرتبها الله كريم تترتب هي هذا الكلام هسه الدعاء ذكر بس كون أتذكر مشكلة أنا من يجيني من وحي المنبر أسميه من وحي المنبر موضوع من وحي المنبر أنا هذا ما محضر له فأعتمد على شنو على ذاكرتي الذاكرة ما تسعف كل شيء يكون شوية تمطال عام الذكرة إن شاء الله أتذكر هاي سورة الشرح آخرها ذكر والدعاء ذكر وآخرها ارتباط بالحق والدعاء ارتباط ومنه ما محتاج الذكر اللي رب العالمين قال اذكروني ذكرا كثيرا يعني مو نص الآية بس طلب منا أن نذكره شنو
ذكرا كثيرا. قبل شوي ذكرت نص الآية، اذكروا الله ذكرا كثيرا والدعاء ذكر. ومنو ما محتاج ارتباط بالخالق؟ هاي سورة ألم نشرح، سبحان الله، هم ارتباط بالخالق بيها، هم ذكر بيها، والدعاء يجمع بين الأمرين، ومن هنا تكمن أهميته. ولهذا الإمام السجاد اهتم به وأنطاه مفهوم جديد واسع كبير. الإمام سوى الدعاء مو فقط معرفة وعلم وكذا، الإمام سوى الدعاء دور قتال. أنت شايف واحد يدخل معركة، الإمام كان يدخل معركة بدعاء. يا إخوان التفتوا لهذه الأمور. يعني أنت أمامك الإمام علي سوى البكاء سلاحي وما سواه. شلون البارحة قريتوها؟ سلاحه شلون؟ البكاء. سوى ها؟ سوى البكاء شنو؟ سلاح. السيف سلاح الجهاد الأصغر، والبكاء سلاح الجهاد الأكبر، جهاد النفس. ولهذا زين العابدين، زين العابدين احنا بيومه، زين العابدين يقول في دعاء أبي حمزة: وأعني بالبكاء على نفسي. بالبكاء، وأعني بالبكاء على شنو؟ على نفسي. فالإمام جعل سلاح النفس، يعني سلاح الجهاد الأكبر في قبال النفس شنو؟ البكاء. كما أن السيف سلاح للجهاد الأصغر، سلاح الجوارح، أما البكاء سلاح الجوانح. الإمام زيد العابدين سوى الدعاء سلاح بوجه الظلال والمنحرفين وهلم جرا. يعني أنطى للدعاء يعني فون ساعدوني بالتعابير، انطباعات جديدة. هذا خوش تعبير، أنطى للدعاء شنو؟ انطباعات جديدة، قراءة جديدة، فهم جديد. هاي فد مسألة هواي التفتوا لها، يعني مو بس قضية الإمام يهتم بالدعاء، هو سوى الدعاء. زين العابدين شنو سوى الدعاء؟ شوف سكت الأمر يستحق. الدعاء ذكر والذكر مهم، الدعاء ارتباط والارتباط مهم، الدعاء مخ العبادة، يعني هو اللي يحرك المخ، يعني معرفة العبادة، فهم العبادة كله من خلال الدعاء. شنو الدعاء؟ شنو الدعاء؟ انتبه لي، باوعني. خوب والله، تعال هسه خلينا نفتح قوس بسرعة لسورة الشرح، لم نشرح ونرجع لكلامنا، نكمل وزين عابدين عليه السلام والدعاء. بس افتح قوس بسرعة واسده. شوفوا هاي سورة ألم نشرح لك صدرك، أكو بيها كم أمر أرد بينه، بس كل أمر كون نختار لعنوان أنا وياك. العنوان الأول خنسميه شرح الصدر، العنوان الثاني خنسميه الأمل. شنو الأمل؟ العنوان الثالث خنسميه الجد والمثابرة والمقاومة، هيك خنسميه جد، حركة، مثابرة. العنوان الرابع الذكر والارتباط بالله. وهنا شنو يرتبط الكلام بشنو؟ بالدعاء، ببحثنا. هسه تقول لي بالله كل عنوان من هاي العناوين انطيني الآية مالته وشوية تكلم لي بيه حتى الصورة تصير واضحة عندي. أقول لك نبدي. ألم نشرح لك. هسه القرآن لما يقول ألم نشرح، يعني أكو صدور منشرحة وأكو صدور شنو؟ غير منشرحة. إخواني الصدر المنشرح كالبحر، إيش مذب بي يتأثر لو ما يتأثر؟ ها؟ ما يتأثر. الصدر المنغلق كالماء الراكد، الماء الراكد شد بي شنو؟ يتأثر. يتأثر. بل أقول لكم قضية أخرى، أقول لكم قضية شنو؟ الصدر الواسع والصدر الضيق، هلا عبرج. الصدر الواسع والصدر شنو؟ الصدر الواسع من تجي الهموم والغموم والآلام يحولها إلى صبر وطمأنينة.
الصدر الضيق من تجيل هموم والآلام يحولها إلى جزع وانهيار. حكى عدل يولا. الصدر الواسع، انتبه لي باوعلي، من يجي علم يحوله إلى تواضع وخدمة. الصدر الضيق من يجي علم يتكبر به على الناس، يخبص روحه. الصدر الواسع من تجي إساءة يحول الإساءة إلى حلم وعفو وصفح. الصدر الضيق من تجي إساءة شي حوله انفعال وغضب وانتقام. حكى عدل يولا. فموسى من يقول رب اشرح طلب كل هذه الأمور. هاي دعاء رب اشرح مو سهل. واي موسى يقصد بي أمور. أضيف لك بعد واحدة حتى سنة أربعة خمسة جت بالي. الصدر الواسع يحول الشهوات إلى تقوى، كيوسف امرأة جميلة ماكو أجمل منه وهو شاب بكامل قدراته وقوته، وتنفرد وياه بغرفة وهي مجملة روحها وإلى آخره. بدل الشهوات إلى شنو؟ معاذ الله تقوى. الصدر الضيق شهوات شو يسويها؟ انزلاق، خلينا نعبر انزلاق، مو شي انزلاق. الصدر الضيق اصلا المرة هي ما تباوع له، هو يتصور تباوع له ومعجبة به. اما الصدر الواسع كيوسف تكون الامور كلها مهيئة امامه، لكنه بدل كل ذلك الى شنو؟ الى تقوى، الى عفة وتقوى. قال معاذ الله، معاذ الله، اعوذ بالله. هذا الفرق بين الصدر الواسع والصدر شنو؟ فموسى من يقول رب اشرح، هو حكايه قويه واقعا. شوفوا انا بس اريد اقول لكم الدعاء شنو، الدعاء الدعاء شنو، اعرفوه بعمقه بثقله كما بينه امام العلم والعلماء امام الملك والملكوت زين العابدين سلام الله عليه. شنو الدعاء يا إخوان؟ لو نشكر ربنا على نعمة آل محمد، محمد وآل محمد. الله صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. لو نشكر ربنا على نعمة آل البيت وعمق مذهب آل البيت إلى يوم القيامة، من أدي حق ثانية من ثواني تنفسنا ولاية أهل البيت عليهم السلام. دطيني دعاء مثل مو لا حكاية كبيرة، وين حاشا لله. انطيني سطر واحد كاتبه من المسلمين مثل دعاء مثل أدعي مثل سطر، يعني سطر من دعاء للإمام زين العابدين. يلا فن طيب. هو أصلاً أدعيتهم إعجاز والله، في علم في المعرفة في عالم المعرفة أدعيتهم إعجاز. لو تجتمع الجن والإنس على أن يأتوا بمثل أدعية آل البيت شنو؟ ما يقدروا. إعجاز. هسه أي مسلم يسمعني في العالم أقول له اقرأ الصحيفة السجادية تأكد من كلامي. أنت إذا عاقل عالم عندك إنصاف القي نظرة على الصحيفة السجادية، شوف أنا مبالغ يوم مبالغ. جرب الصحيفة موجودة السجادية القي نظرة عليها، شوف زين العابدين شنو يقول، شوف دقة كلامي مبالغ أنا مبالغ.
خب هسه اول شيء بهاي السوره عبرنا عنه عنوان شنو؟ اني ارد اوصل للرابع اللي هو يربطنا بالدعاء. عنوان شنو اول عنوان كان؟ شرح الصدر. عنوان شنو؟ هذا اللي طلبه موسى، لان مهم كما بينت لكم الان اهميته. هذا اللي طلبه موسى. الطريف موسى طلب امرين، طلب رب اشرح لي صدري زيدني تحمل. رب اشرح لي صدري يعني شنو؟ زيدني تحمل. وطلب شنو بعد؟ يسر لي امري. طلب تخفيف، انا زيدني والمهم اهم شنو؟ يسرها حتى اقدر اديها. انا من جهه قويني والمهمه من جهه اخرى شنو؟ يسرها حتى لما اني اقوى والمهمه تتيسر اقدر شنو؟ اديها مثل ما تريد. شلون شيء جميل هذا؟ شلون شيء جميل هذا؟ طبعا رسول الله الم نشرح لك صدرك، بعدين يقول ووضعنا عنك وزرك. وضعنا عنك وزرك يساوي دعاء موسى يسر لي امري. وضعنا يعني الثقل اللي عليك خففناه. وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. الناس نلقي عليك قولا ثقيلا، ثقل انقض ظهر النبي. فقال له وضعناه عنك. طبعا لما سالنا ائمتنا يا جعفر الصادق هاي نالك حقيقة خطيرة، أن الله وضع الثقل عن النبي، خفف الثقل على النبي وشرح صدره. بمن؟ إمامنا الصادق قال بعلي أمير المؤمنين. بعلي شوفوا برهان سيد هاشم البحراني، تأكدوا أكو رواية لو ما أكو رواية وحاسبوني بعدين، إذا ما لقيتوا حاسبوني. قال بعلي. شلون موسى الله ساعد بمن؟ بهارون. النبي شنو؟ بعلي ساعده، خفف عليه المهمه علي. وبعدين هو علي تحمل الاول الضرائب كلها هو دفعها، يعني النبي ما حد يقدر يحاكي، من يقدر يحاكي النبي؟ فبعدين ضموها 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 راح النبي كلها، كون امير المؤمنين يدفع ضريبته ودفع ضريبته. سلام. تعرفون الضريبة اللي دفعها علي، اللي دفعها أمير المؤمنين غالية جدا كانت غالية. هسه أكو شيء أقول لكم إياه بعد شرح الصدر لكم خلق. هذا على مستوى العمل، رب اشرح يسر ألم نشرح وضعنا موسى نبي هارون علي. انتبه لي، هاي الثنائيات المقارنات هاي كلها على مستوى العمل، أداء المهمة، أداء المهمة الصعبة الثقيلة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا يحتاج ثقيلة، الله يقول ثقيلة بعد شنو بعد؟ خو يظهر شرح الصدر مو فقط على مستوى أداء العمل، شرح الصدر على مستوى تقبل المعارف هم يحتاج الإنسان شرح صدر، مو فقط على مستوى شنو؟ الجانب العملي، بل الإنسان يحتاج إلى شرح صدر على مستوى الجانب شنو؟ النظري. هذا اللي عبر عنه القرآن، شرح الله صدره للإسلام كمنظومة معرفية، عقيدة، أخلاق، عقيدة فكر، أخلاق نفس، شريعة جوارح. انتبه لي، شرح صدره للإسلام حتى على مستوى معرفة، حتى على مستوى معرفة معارف الإسلام. فهنا يحتاج إلى شرح صدر معرفي، وهناك يحتاج إلى شرح صدر شنو؟ عملي. يعني على المستوى النظري وعلى المستوى العملي الإنسان يحتاج إلى شرح شنو؟ صدر. ولهذا تشوفون بعض معارف أهل البيت ناس تتحملها وما تتحملها، ما تتحمل شرح صدر ماكو. شوفني، شرح صدر ماكو، شلون يتحملها؟ ماكو شرح صدر ماكو. هاي هم فد مسألة مهمة التفتوا لها. ولهذا القرآن يتكلم عن من شرح الله صدره للإسلام، أو الذي جعل صدره ضيقا حرجا، أحسنتم، لتقبل الحق. طبعا هسه رب العالمين يشرح، رب العالمين يضيق صدر الإنسان. هسه تقول لي شا إذا رب العالمين يشرح ويضيق، شا إحنا بعد شنو ذنبنا؟
أخو رب العالمين وسع صدر هذا تحمل، أنا رب العالمين ضيق صدري وطبعاً ما أتحمل، شنو ذنبي؟ أقول لك لا، رب العالمين يشرح صدر ويضيق صدر بقانون ومن دون قانون. بقانون مو بلا قانون. الإنسان إذا إجى رب العالمين يشرح صدره، الإنسان إذا أنطى ظهر رب العالمين هم شنو؟ يضيق صدره. فلما يشرح ويضيق بتصرف نفس الإنسان، يعني رب العالمين أثر فعل الإنسان يرتب عليه، لو شرح صدر لو شنو؟ لو ضيق صدر، كأثر كجزاء على فعل الإنسان الاختياري. وتعلمون إحنا لا نؤمن بالجبر الأشعري ولا نؤمن بالتفويض المعتزلي، ما نؤمن، أمر بين الأمرين كما قال أئمتنا عليهم السلام. هنا شرح صدر على مستوى الفكر، وهناك شرح صدر على مستوى العمل. سادناتي نحتاج رب اشرح لي، ألم نشرح لك، شرح الله صدر الإسلام، الله يشرح صدورنا أنا وياكم بالنبي وآله، الله يشرح صدورنا أنا وياكم لتقبل الحق وللعمل للحق، الله يشرح صدورنا بالنبي وآله. هسا هي كافية المحطات بشرح الصدر يوم مو كافية، مورد ننتقل للعنوان الثاني. احنا قلنا العنوان الأول شنو؟ شرح الصدر. العنوان الثاني نسيتوه؟ الأمل. ما شاء الله ما شاء الله عليكم. الأمل الثالث عبرنا عنه الجد والشنو؟ والمثابرة. الرابع عبرنا عنه الذكر والارتباط، ارتبطنا بالدعاء والدعاء ارتبطنا بالله هالشكل هذا. هاي كلها من خلال سورة قصيرة من سور القرآن، كل ذا نبيه. هسا كملنا الجزء الأول، المحطة الأولى من هاي السورة القصيرة. الجزء الثاني عبرت عنا الأمل، فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. أمل يوم مو أمل. أقول لكم هنا أنا قضية، هسا هم ما أريد أطول، بس هيك أفتح باب سريع وأسده بسرعة ونرجع لبحثنا، لأنه الوقت شارف على الانتهاء. أقول لكم قضية سريعة، أكو عندنا سنة نعنونها بسنة الاستدراج، وأكو عندنا سنة ثانية نعنونها بسنة الابتلاء. طبعاً سنة الابتلاء أنا طارحها قبل كم سنة، سنتين ثلاثة، 11 محاضرة، الابتلاء في ثقافة القرآن الكريم، إن لم تخن الذاكرة 11 محاضرة في ليالي الإمام الصادق وبثت على الفضائيات. بعد ما أدري الأحبة تابعوها ما تابعوها ما أدري، بس ما أقدر أعيد النتيجة، أنا بحث طرحت والناس سمعت 11 محاضرة أتكلم فقط عن الابتلاء في القرآن، بحث مفصل. المهم أكو عندنا سنة استدراج، أكو عندنا سنة شنو؟ ابتلاء. يتعاكسن. شلون يتعاكسن؟ الاستدراج إنسان يخالف رب العالمين، يعصي رب العالمين، يفعل ما يفعل، رب العالمين شو يسوي؟ يقوم ينطي شنو؟ ينطي فلوس، يفتح له باب الفلوس. الصحة، يفتح له باب الصحة. يريد أولاد، يعطي 10. شي يريد يطي، هو شي يتصور؟ الله راضع لي، كل شي قاعد يطين، وذول المتدينين اللي بالعكس حالهم ذول ما يفتهمون، وأنا شنو؟ وأني أفتهم. رب العالمين يقول له لا، مو قضية أنا راضع ليك، هذا إملاء، وأملي لهم إن كيدي متين. شنو يعني أملي؟ أنطيهم 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 إلى أن أضربه. هاي استدراج، استدرج. شايفين هذا
إنسان عنده حيوان بالبيت هي يوكله هو حتى شنو يوكله حتى شنو حتى يذبح يكون سمين يستفيد من لحمه. طبعا هسه هاي في مجلس السيدة زينب في مجلس يزيد لما زينب ردت هذا الأمر قالت تتصور أنت من قتلتنا أن بك على الله كرامة وأن به علينا هوانا؟ لا، الله يقول إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، وانت قاعد تزداد ترسك إثم من رأسك الرجلية وراح يضربك. أيامك إلا عدد، ومن كان يتوقع أن يزيد يموت بشبابه بعد شاب أول عمره؟ قالت له عدد، انتظر أيام راح تروح ما راح تبقى، وراح مات في عز شبابه. منو كان يتوقع يزيد يموت أوج شبابه؟ وأبوه عمر، معاوية عمر، منو كان يتوقع يزيد يموت بأول شيء؟ زينب قالت له أيامك عدد، أملالك أملالك، هذا استدراج، استدرجك إلى أن وقعك بالشبكة. شايف الطير مثل يصيد الطير؟ الذبلة طعم، مو يقولون عربنا ذبلة طعم، هو يجي على الطعم تصيده. رب العالمين هم ينطي يلزمك وقعك يضربك. في سورة الفجر ألم ترى كيف كذا فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يعني ذول ايش قد عمروا وايش قد بنا ولم يخلق مثلها. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذل أوتاد يودد الناس ويعذبهم، بعدين يقول طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. أكثروا يعني طولوا، لو ما طولوا طولوا أكثروا. فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. هاي نسميها سنة شنو؟ استدراج. يبدي يعطيك نعمة 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 يضربك. أكو سنة ابتلاء بالعكس، مو ينطيك نعمة يأخذها منك، هي يبتليك بموت بفقر بمرض، بس ورا الابتلاء شي يكون نعمة. فمرة نعمة وراها عذاب إملاء استدراج، مرة عذاب وألم بعد شنو؟ بعد نعمة ابتلاء. سورة الشرح ألم نشرح، سورة ألم نشرح تقول فإن مع العسر شنو؟ فهنا استدراجي وابتلاء، ابتلاء ابتلاء. فإن مع العسر يسرا، ابتلاء بعد هذا مو استدراج، ابتلاء ابتلاء. زين لما يكون بعد العسر يسر أمل يوم مو أمل؟ لا تيأس يا أبي، لا تيأس لا تيأس يا عيني، لا تنهار. مثلا قالوا له ذيك مرض خبيث، الله يجيرنا ويجيركم ويجير المؤمنين ويشفي المرضى بمحمد وعلى الطاهرين. مع ذلك المرض مثلا مؤذي، صح موزيا مؤذي كله صح، ولكن يبقى باب شنو؟ باب الأمل مفتوح. أكو رب العالمين هم موجود جل وعلا، يرى ويسمع، وعلى ساعة يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب وكل شيء ينتهي، كل شيء ينتهي. الأمل يبقى. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. حسنا أنا هم أكو نكتة أخرى إذا الإخوة لهم خلقها أقولها حتى ننتقل للعنوان الثالث الجدوى المثابرة. حسنا أنا أكو فد نكتة أخرى قرآنية خلي أقولها، حرمات نحرم الإخوة منها بالنكتة الثانية. تصور وقت شارف على الانتهاء، إلا عشرة الآن، الساعة مو كلش أشوفها، إلا ربوع خو بعد عندي خمس دقائق أقدر أقولها. أكو عندي خمس دقائق باعودي. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. شوفوا العسر في الآيتين عرف، واليسر في الآيتين شنو؟ نكر. ما أدريت وياي هسه، وإن كان هذا هم شوية بحث تخصصي لغة عربية، بس سهل أقدر أوضحه، يعني خلي أوضحه بمثال آخر حتى من أجل الآية تفهمون شنو أقصد. إذا تقول للواحد إذا اكتسبت الدينار فأنفق الدينار، هنا الدينار بالموردين معرف يوم منكر، هو معرف ألف لام التعريف بعد. إذا اكتسبت الدينار فأنفق
دينار بالموردين الدينار شنو؟ معرف. لما يكون معرف الدينار الأول هو نفس الثاني، والثاني هو نفس الأول، يعني أنت الآن قاعد تتكلم عن دينار واحد. إذا اكتسبت الدينار شيله انطيل الدينار، نفسه يوم مو نفسه؟ نفسه. أما إذا قيل لك إذا اكتسبت دينارا، هنا أنا معرف يوم منكر، فأنفق دينارا. هاي الدينار الثاني هم نفس الأول لو غيره؟ غيره. شنو؟ غيره. هنا أنا هنا فأنفق دينارا غير شنو؟ غير الدينار اللي اكتسبته. فصار دينار لو دينارين بالتنكير؟ دينارين. وبالتعريف دينار واحد. خلنا نرجع للآية، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر، فصار العسر في الآيتين شنو؟ معرف، يعني نفسه لو ثاني نفسه. يسرا بيسرا اثنين منكر، فاليسر واحد لو اثنين اثنين. فلما تخلي يسرين أمام عسر واحد تكون الكفة المن اليسر أكثر من العسر لو العسر أكثر من اليسر؟ اليسر أكثر. ولهذا قيل لن يغلب عسر يسرين في الآية، في الآيتين. قدرت أوصل فكرة يوم ما قدرت؟ فرب العالمين يقول يا بتر العسر واحد، ولهذا عرفته، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر نفس العسر. أما يسرى بيسرى منكر، فصار في قبال العسر الواحد شنو؟ يسرين. خو يصير العسر يغلب يسرين؟ لو اليسرين يغلبن العسر. زين هاي الحقيقة القرآنية من تشوفها يصير عندك أمل لو ما يصير عندك أمل؟ يصير عندنا أمل؟ المريض يكون عنده أمل، المحتاج يكون عنده أمل، المكروب المهموم يصير عنده أمل، اللي عنده حاجة ما مقضية يصير عنده أمل. الله موجود جل وعلا يرى ويسمع. أنا كل شيء قاعد أقوله أجيب عليه آية لو من جيبي قاعد أسولف. إذا شتيت شيء من جيبي شيلوه ذبوب الشط، أما إذا آية قرآنية لا بعد، هذا كلام الله ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إنه لقول فصل وما هو بال هزل. أنا قاعد أسولف كلام فصل فاصل حق، بالحق أنزلناه وبالحق نزل. هذا القرآن العظيم، آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذا القرآن العظيم قاعد أسولف حقائق قرآنية هذه. فإذا الأمر الثاني الذي نستفيده من هذه السورة المباركة هو شنو؟ الأمل. والأمر الأول شرح الصدر. بقى عندنا كم أمر؟ مثل اليسر اثنين، شلون اليسر اثنين بقي أمران. خو الأمر الثالث قلنا الجد والشنو؟ والمثابرة. أحسنتم، المقاومة، المثابرة، الجد، الحركة، النشاط. شو تريد تعبر؟ هاي وين؟ في نفس السورة هاي القصيرة، في قوله تعالى إذا فرغت فانصب. شنو إذا فرغت فانصب؟ شنو يعني فانصب؟ يعني بس تكم، يعني بس تكمل عمل، بس تكمل عمل مباشرة توجه للعمل الثاني. يعني انصب وجهك، لما وجهك انتهى من جهة ما كملت شغلك بيها، مو تقول الليلة خلي استراح بعد ما عندي شيء خلي اجر نفس. القرآن الكريم يقول له رأسا حول وجهك على الجهة الثانية واشتغل، رأسا نصب باتجاه آخر واعمل. فالإسلام يريد كسالى؟ يريد مجتمع كسلان؟ كم العمل الأول كم للثاني، الثاني كم للثالث، الثالث كم للرابع، الرابع كم للخامس. لا توقف، لا للكسل، نعم للنشاط. هذا شعار الإسلام، نعم للنشاط.
فانصب. طبعا هسه هنا أنا هم اكو عندي كلام كثير، هنا أنا هم اكو عندي بهذا الامر الثالث هم اكو عندي محطات مهمه اذا اريد ابينها حتى نوصل للرابع، ولكن بعد نخلي حصه الرثاء حتى ما ناخذ حصة الرثاء، وبكرة إن شاء الله تعالى نكمل ونبدي بفقرة من دعاء عرفة وماذا نستفيده منها إن شاء الله تعالى. أنا تعمدت ذني الليلتين شوية أركز على الإمام زين العابدين باعتبار الليلتين للإمام زين العابدين والدعاء، وإحنا بحثنا دعاء من واحد محرم ليالي الإمام زين العابدين، فقلت خلي أركز حتى نحافظ على المناسبة يعني لكل مقام المقال مثل ما يقولون. أوه. هاي خلوها ببالكم حتى بكرة نكمل، إذا فرغت فشنو؟ فانصب. هنا أكو عندي كلام أنه ليش القرآن يركز على لما تكمل عمل ابدي بالثاني، ليش؟ أكو هنا قضية مهمة، لأن الإنسان تمر به لحظات يحتاج إلى من يسدد به الإنسان. يعني سد ما خليني بكرة، ليش أبدي بين حرمات؟ خليني بكرة إن شاء الله، بكرة سوي. هاي الليالي السيدة زينب على أبواب الشام، يعني هي واحد صفر شنو دخلت الشام سلام الله عليها، فبالنتيجة هاي الليالي هي على أبواب الشام سلام الله عليها، ودخلت الشام كانت مؤلمة حقيقة، يعني هواي مؤلمة، دخول الشام هواي كان مؤلم، بحيث الإمام زين العابدين يقول الشام الشام الشام، ثلاث مرات يكرر الشام الإمام، يقول الشام 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 الشام، آذت أهل البيت. الكوفة قاموا يبكون، الكوفة قامت تبكي، الكوفة قامت تبكي، حتى زينب قالت لهم أتبكون وتنتحبون في خطبتها، أتبكون وتنتحبون، بكوا بالنتيجة ما شمتوا، الكوفة ماكو شمات، قام يبكون على حظهم على اللي ارتكبوا، قام يبكون ما شمتوا بالعائلة، قام يبكون. أما الشام كارثة، الشام كان شماتة، أيامك عليك مباركة، واحد يقول للثاني، وقصة سهل ابن سعد معروفة عندكم، لما يشوف الناس واحد يهني الثاني بمجيء الخارجي، وشاف لشيخ كبير يبكي، قالت شو الناس تضحك فرحانة تتبادل التهاني وأنت تبكي، ليش تبكي؟ قال يا رجل اتركني وشيني روح افرح ويا الناس، شو عليك بي أنت؟ قال لا والله أرد أعرف، أنا ممن رأى النبي وسمع حديثه، أريد أعرف شنو صاير؟ قال له السماء كون تمطر دم الآن، أنت وين تحكي؟ السماء تمطر دم، أي خارجي أيهم يحزنون، هاي الداخل إلى الشام الآن رأس الحسين وعائلة الحسين وبنات الحسين مكتفات بالحبال، أي عيد أي خارجي أي كذا؟ قال له منين يدخلون؟ قال له من ذيك الباب، أشر على باب يقال لها باب الساعات كما تعلمون يعني، وراح يقول رحت، يقول بعد قليل شفت الضعن اجى، ويقول ريتني ما شفت، ريتني ما شفت الضعن، رؤوس على الرماح ونساء على النياق، مكتفة من 11 محرم لليوم يفترون بهن من بلد الى بلد، شلون صايره وجوههن، شلون صايره عبيهن، شلون صايره، وتفكر بعد صاير بيهن، يعني تدرون انتو ذولا من كانوا ينزلون الظهر يتغدون مثلا، هاي اللي يسوون العائلة، يعني جيش عمر ابن سعد لما كانوا ينزلون يتغدون الظهرية مثلا، دنيا حارة هسه ينصبون خيام كذا بسرعة يتغدون جواها، وتبقى العائلة تحت حرارة الشمس، بحيث هاي الأطفال أولاد بنات الحسين أطفال الحسين الزغار بنياته، الدنيا حارة شون يعني، يجن يلوذن بعباءة عماتهن، كل وحدة تضم لها ثلاثة أربعة جوا عبايتها عن حرارة الشمس، هتشي ألم يعني، هتشي مأساة، وإذا هن بهالحالة يطبن بشارع يدق ويرقص ولابسين ملابس فرح وفرحانين يدقون طبول، والعائلة بهالحالة، وزينب يشوف بنياتها ويعني يتاماها وأرامل ويتامى مكتفات بهالحالة بين الناس فرحانة تدق طبل حواليهم، شنو يصير حال العائلة؟ يا أخي فكروا بذلك، والله قضية موت يعني،
اللي عنده حميه يموت والله. شنو هالكلام هذا؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، انا لله وانا اليه راجعون. واقعا امر الله علي اجرت مشيته، امر الله علي اجرت مشيته، ودمع برد حسراتي مشيته. يا با امر الله علي اجرت مشيته، ودمع برد حسراتي مشيته، انا درب الشام يا ابن امي مشيته، انا درب الشام يا ابن امي مشيت، وايا فرجة الوادم علي صاحت يا هلي يا هلي يا هلي يا هلي، صاحت يا هلي يا اهل الحمية، صاحت يا هلي يا اهل الحمية. حقيقة من رخصة السادة احنا عندنا ثقافة، هذا العروبي من تقول له اخو فلانة اخو فاطمة اخو كذا ينتخي ينتخي. صاحت يا اهلي يا اهلي يا اهل الحمية يا اهل الحمية يا اخوة فاطمة لحقوا علي. يا ويلي عليك والله يا اخوة فاطمة لحقوا علي، اهلي هنا لو وصلكم خبر مني بيكم لا يرد ويخيب ظني، اخذوا اثر دربي ونجدوا عني ولو نص الدرب لحقوا علي. شو تقول زينب؟ ولو نص الطريقك لاحقوني، لو عد مدخل الشام سبقوني. اهلي بني هاشم لحقونا رحنا ضعنا. الله اكبر. لو عد مدخل الشام سبقوني، ترى يردون بيها يدخلوني، ويردون اوقف بديوان ومية، ويردون اوقف بديوان ومية. الله الله. المهم يقول انا ظليت اباوع، يقول شفت امرأة وقرة بس مكتفة على الناقة، باوعت لها قالت لي يا رجل غض بصرك احنا بنات رسول الله، قلت لي شلون تباوع انت؟ شمال الناس تتفرج علي انا وعطايا الخلق كلها من ايدي انا، وعمت عانى ليصد بالعين يغسل قايل ميت ولينا وراسه على الرمح لينا يتفكر. قلت لها لا سيدتي عذرا انا والله مو قصدي، بس انا مجدوه مجدوه ترى، انا سهل، انا من صحابة جدك رسول الله، انا خادمكم. قالت لي يا سهل روح لامامك زين العابدين تحكي وياي، انا زينب روح ويا زين العابدين احكي، روح لامامك. يقول جيت زين العابدين شفت قد ارتدى ثوبا احمر، قلت سبحان الله، وفي مثل هذا اليوم الامام يرغب بثوب احمر؟ يرغب بثوب احمر. يقول فلما دنوت من علي بن الحسين شفت مو ثوب احمر، شفت هاي جامعه داخلها مسامير مطوقه بمسامير وشاديها برقبه الامام، وكل ما يدور وجه المسامير تجرحه فينزف الدم، وملابس الامام صايره حمراء من دم رقبته، ويصيح واد الله اين عشيرتك، ويصيح واد الله عشيرتي أين عشيرتي، يا بش صاير بهن ولا لفونا وبين الأجانب ضيعون. إيش بيهم أهنا؟ وينهم أهنا؟ يدرون بينا راح أخونا، ما عدنا والي من خولات جن يسمعونا، يا أهل الحمية ما تجونا والله ما تجونا ما تجونا، من يد الأعاد تخلصونا. بعد ايش قالت زينب؟ صاحت واجب يا اهل تدرون واجب، علوياتكم بين الاجانب، عجزنا من البجي ونوم الخرايب، يا محمد يا صنديد الحرايب. كل من يدعي بحقه ويطالي، ابن مني انا ابو فاضل اجي،
يا بأجيبة وراوي حال اخت الغريبة لمحمد وآله. صلي على محتفظون موالينا مشايخنا بمحمد وآله. صلي على محمد وآل محمد. عجل فرج مولانا يا الله، واجعلنا من خدامه من المستشهدين تحت لوائه. اقض حوائجنا، اشف مرضانا، يسر أمورنا، اكفنا شر الأشرار، كيد الفجار، طوارق الليل والنغار، بمحمد وآله الأطهار يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل من المؤسسين، أوصل مجلسهم إلى إمام زمانهم، اكتبه في صحائف أعمالهم، إلى أمواتهم أمواتكم، أموات شيعة أمير المؤمنين، علمائنا الماضين، خدام الحسين. نهدي إلى الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلاة.